السلام عليكم. مطر الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية اللي نزل مساء أمس الأحد وحتى فجر اليوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعملية الوعد الصادق رغم كل تداعياته العسكرية والسياسية والنفسية والاقتصادية على صعيدي التكتيك والاستراتيجيات على مجمل الصراع مع المحتل الإسرائيلي وحماته ما كان سوى رد في إطار الحق المشروع للدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني في رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاعتداءات الأخيرة على القنصلية الإيرانية في دمشق بالإضافة إلى سلسلة الاعتداءات والمجازر المستمرة والمرتكبة يومياً من قبل الكيان بحق الشعب الفلسطيني. تفاصيل هذا الرد وهذه العملية وآثارها على الكيان وداعميه نناقشها من خلال هذه التغطية المباشرة مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز نارامسين للحوار والتنمية، وكذلك ينضم لنا عبر السكايب الأستاذ هادي محمدي الخبير الاستراتيجي من طهران. رحب بك مرة ثانية دكتور حيدر. مرحبا حياك الله، ونبارك لك ولكل الأحرار حول العالم هذا النصر المتحقق وهذا الرد القوي بعملية الوعد الصادق على الكيان الصهيوني. ونتساءل بالأساس، هل أنه هذا الرد حقق أهدافه المرسومة؟ هل أنه أهدافه اليوم هي فقط عسكرية أم أنه أكو أهداف أخرى لهذه العملية المهمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك الكريم ولضيفكم ولجميع الأحرار في العالم. بالتأكيد يعني كما يقال أنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حقق حلم الأنبياء، والسيد القائد الإمام الخامنائي حقق حلم السيد الخميني، وبالتالي هذا الكيان الذي منذ 8 عقود تقريبا لم يستطع أحد أن يطلق عليه إطلاقة واحدة، اليوم هو في مرمى نيران. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، مصداق حقيقي لما فعلته الجمهورية الإسلامية. هذا الكيان منذ الطوفان بدأ ينهار، وانهار حقيقة على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، حتى على المستوى الدولي. ما حققته الجمهورية الإسلامية في هذه الضربة التي كسرت هذا الوهم، هذا الحلم الذي كانوا يرجون أنه أو كانوا يتأملون أنه ممكن أن تمتد أياد الصهيونية إلى المنطقة، جزء ذهب بالتطبيع، جزء ذهب بوسائل أخرى من أجل أن تحميه إسرائيل، ولكنها لم تستطع أن تحمي نفسها. بالنتيجة كثير الروايات التي تحدثت، أنا أقول شكرا لله، صلينا لله ركعتين شكر، وهذا النصر هو نصر للإسلام، نصر للإنسانية، نصر وانكسار للدموية التي حققها الكيان الصهيوني من خلال قتله للأطفال وللنساء. البعض يريد أن يصور أنه القضية فقط هو رد على القنصلية، لا، وأحداث القنصلية في دمشق. هذا ما يصور اليوم الإعلام الغربي، أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما ردت إلا أن وصل الموضوع لاستهداف قادة الجمهورية الإسلامية في القنصلية الإيرانية في دمشق. زرع الله الرعب في قلوبهم، جمهورية زرعت الرعب في قلوبهم وسلبت النوم من أعينهم لمدة 10 أيام متتالية. بدأ الأمر وصل إلى مرحلة الحتمية الوقوع، حتمية حدوث الرد، وتحدث عنها بايدن، الولايات المتحدة، الكيان أيضا يتحدث، لكنهم يجهلون متى وأين وكيف. حتى يوم أمس المتصهينين في الميديا والسوشيال ميديا وفي الإعلام بدأوا يتحدثون. أحدهم يقول يعني سوف أحلق شاربي إذا تم الرد، الآن أطلب منه أن يحلق شاربه هو ومجموعته. الآخر يقول لا، طيارات مسيرة، لاحظ الروايات، لا، البعض صار يسوق أنه موضوع الرد هو مجرد بروبوغاندا إعلامية مسرحية وما راح يوصل رد، أو مسرحية بمعنى أدب. هسه إحنا نطلب تأخر هذا الرد من الجمهورية الإسلامية أن تعيد لنا عرض هذه المسرحية كل يوم، جيد، فإنها أجمل وأكمل وأرقى مسرحية بعرض ليلي مشوق تتلألأ فيه نجوم وصواريخ. يستمر هذا العرب إن شاء الله، يستمر إن شاء الله. إن شاء الله انتقل بالسؤال إلى الأستاذ هادي. رحب بيك مرة ثانية أستاذ هادي. أهلا، إذا الصوت واضح عندك. عندي نعم. عملية الوعد الصادق
اليوم قراءتك لهذه العملية وأثرها في داخل الكيان وحتى على الدول المساندة والداعمة لهذا الكيان الغاصب والمحتل؟ نعم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هي لك ولضيفك العزيز ولشعب الطيور في القراء الحبيب وعلى شعوب الإسلامية والعربية خاصة، وبارك لهم كلهم وعلى البشرية سوا يعني. نعم. وهذا عملية الشجاعة المدبرة الحكيمة ضد الكيان الصهيوني الذي ما اخذت حتى الان يعني مثل هذه الضربات، كما اعترف الامريكيين الدائمين الاساسيين لهذا الكيان بانه هذا اكبر عمليه في التاريخ. نعم. في موضوع الهجوم المسيرات والصواريخ، يعني هذا حصل الليله الماضيه على كيان صهيوني، يعني منذ يعني ما نفذ يعني عملية الإرهابية ضد العنصرية الإيرانية بدأت أجواء النفسية يعني كسرت الأوضاع النفسية في مجتمع الكيان الصهيوني وحتى عند المسؤولين وقيادات هذا الكيان الذي اختفوا يعني بالمخابئ وملاجئ حتى يعني ما يوصل المسيرات والصواريخ عليهم. يعني هذا خوف وهلع وزعب على هذا الكيان من راسه لتحت الأجزاء هذا المجتمع المحتل وكيان المحتل بدأت يعني هذا خلال الأيام العشر الماضية، لكن كانوا يعدون الأيام بأنه إمتى يعني يبدأ العمل العقوبي وانتقامي من قبل الجمهورية الإسلامية يا أما من قبل مقاومة على صعيد المنطقة، لكن الليلة الماضية بدأت هذا الهجوم بشكل مستقل، لكن هناك كان تنسيقات كاملة مع جبهة المقاومة الإسلامية على صعيد المنطقة بتأديب وتنبيه وتوبيخ هذا الكيان المتجاوز يعني على قوانين وعلى الحقوق الإنسان و يعني تخطى كل الخطوط الحمر يعني خلال يعني 6 أشهر وأكثر في الغزة ضد الشعب المظلوم العزل يعني في هذا المنطقة. لكن يعني ليلة الماضية كان هناك طعم الألم يعني بشكل بسيط على هذا المجتمع وعلى كيان ومسؤولين وقيادات عسكريين وأمنيين خلال الساعات بس. نعم. يعني أخذوا قسم بسيط من هذا اللي كانوا يعني في أجواء الغزة وشعب العزل يعني. وهذا ما يميز ممكن هذا الرد أستاذ هادي. أنتقل بالسؤال إلى دكتور. لا. حيدر، يعني الحرب اليوم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني مستمرة، وحتى في الدستور الإيراني موجودة القضية الفلسطينية وموجودة الدفاع عن فلسطين وكل الأحرار حول العالم. بالتالي هذه القضية وهذه العملية بالتحديد شنو خصوصيتها؟ شنو اللي يميزها عن غيرها من العمليات السابقة خلال السنوات الأخيرة؟ والمباشر يعني من ناحية يعني ميزات عفوا استاذ هادي، السؤال لانه كان اكبر السؤال الى دكتور حيدر استاذ هادي المتوقعين حتى في حساباتهم. نعم. وفي تقييماتهم اذا الصوت واضح اخوان استاذ هادي الردعيه يعني في النقطه الاولى هذا العمليه كان عمليه ردعيه عفوا استاذ هادي، هذا العمليه له تبعاتها يعني على صعيد الاقليمي وعلى صعيد الدولي وعلى صعيد الشعوب الذي يعني كانوا يعني يعيشون أجواء متوترة ضد الحديثيان كانوا منتظرين. أستاذ هادي عفوا إذا صوت واضح عندك. ممتاز دكتور حيدر، نعم أعود لك بالسؤال. الخصوصية لهذا الرد بهذا التوقيت من العملية الأخيرة لعملية الوعد الصادق؟ يعني أولا كيان الصهيوني حاول منذ بداية عمليات طوفان الأقصى أن يسحب الجمهورية الإسلامية في حرب مباشرة. لماذا؟ هل الجمهورية لا تريد ذلك؟ هل هي تخشى الدخول في حرب مفتوحة؟ قطعا لا. هناك حسابات، هناك تكتيكات، هناك قراءات ميدانية
إضعاف الكيان الصهيوني وإنهاء هذا الوجود هو من الأولويات والأبجديات الموجودة كما تفضلتم في الدستور الإيراني، ونصرة المستضعفين في الأرض أيضا هي جزء أساسي من الدستور الإيراني وهو مصداق للشريعة الإسلامية ومنطق قرآن. الجمهورية لماذا لم تخوض الحرب منذ البداية؟ لا تريد أن تعطي الكيان هذه الفرصة على أن هذا الكيان مستهدف لأنه كيانا عنصريا، كيانا راديكاليا متطرفا، حتى لا تحصل على هذه الميزة أمام المجتمع الدولي. ولاحظت جنابكم تظاهرات مليونية خرجت في لندن، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بلدان وعواصم، في باريس، في يعني في ألمانيا، دول ممكن حكوماتها داعمة إلى الكيان. نعم. موقف الشعوب عكس موقف لماذا الحكومات. لأنه آلة القتل والإجرام التي استخدمها الكيان وهذا التطرف والإسراف في القتل للأطفال والنساء والشيوخ وهدم كل شيء متحرك كان هدف، حتى لم يسلموا منهم الحيوانات أجلكم الله، بيّنت وكشفت وزيف المدعى على أنه هذا الكيان هو إنساني يتعامل ويدافع عن نفسه وعن حقوقه. هذه القصة والرواية انتهت، وأراد نتنياهو أن يتخلص من هذا الضغط الداخلي وأن يغير مزاج المجتمع الدولي وشعوب العالم باتجاه القضية، وأيضا يشغل الرأي العام العالمي والدولي عن الإجرام والانتهاكات الإجرامية التي ترتكب بحق أهلنا في فلسطين. قطعا الجمهورية لا تعطي هذه الفرصة، تعلم جيدا، إلى أن وصل الحال إلى أن استهدفوا القنصلية. هي ليست المرة الأولى التي يستشهد بها مجموعة من المستشارين في الجمهورية الإسلامية، قبل ذلك أيضا ارتكبت جرائم في العراق، أيضا ارتكبت بعض الجرائم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن عندما يتم قصف يعني هو هنا الفيصل، يعني كان هناك تحضير مسبق حتى أمام المجتمع الدولي، حق الدفاع عن النفس عندما تقصف قنصلية معنى ذلك اعتداء مباشر على الجمهورية الإسلامية. فهي قصفت صاروخ واحد أو صاروخين، الجمهورية ردت ب300 يعني أسماد رجقد احسبها بعد حضرتك. بالنتيجة الجمهورية تعرف جيدا أنه هذا الكيان منتهي لا محال، ولن ترد إسرائيل ولن ترد أمريكا. هو هنا السؤال دكتور حيدر، أنه هذه العملية وقوة هذه العملية، خصوصا أنه معركة طوفان الأقصى كشفت حقيقة الكيان وكشفت ضعف الكيان ووضعه، هل أنه هذه العملية هي البداية الحقيقية لنهاية هذا الكيان؟ قطعا التوقيتات قد يعني لا نستطيع أن نوقت، لكنه بالنتيجة هناك وهن وضعف وانكسار وانهيار تدريجي، وبدأت الأسس التي بني عليها هذا الكيان تنهار. عندما كان يخطف جنديا إسرائيليا في سوريا أو في لبنان في حرب عام 2006، كيف كانت القضية؟ خطف جنديان أو ثلاثة إسرائيل، قامت الحرب، حرب تموز، وتحت العواصم على جندي، أثر جندي أو جندي، جندي واحد. لكنه طوفان الأقصى غير المعادلات. الأخوة يوم أمس في أمة حزب الله اللهم يحفظهم وينصرهم، أيضا رشقات صاروخية انطلقت من جنوب لبنان، كذلك أنصار الله في اليمن أيضا هم مصداق حقيقي لأنصار الله، أيضا طائرات مسيرة. إذن المقاومة الإسلامية في العراق كذلك أيضا بعثت برسائل النصرة والدعم لما حصل. بالنتيجة أين محور المقاومة اليوم وأين كان في الأمس قبل 4 عقود قبل الجمهورية الإسلامية؟ أكو شيء يسمى محور مقاومة؟ لا، المقاومة الفلسطينية حماس في غزة يعني حقيقة القسام، كل المسميات. بالتالي محور المقاومة وبلدان محور المقاومة والجمهورية الإسلامية غيرت من هذه المعادلة، معادلة القوى، وأنه أمريكا هي شرط العالم وهي المتحكم سياسة للقرارات. الصدع والردع والقوة التي لا يفهمها هؤلاء المحتلون الغزاة كانت مصداق حقيقي. اليوم لكل بلد في محور المقاومة له قوة حقيقية، هي من تغير معادلات
سياسية وكبرى في المنطقة. طيب. هذا ممكن ما يفسر أستاذ هادي تصريح وزير الخارجية الإيراني بحديثه أمام سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، صرح بأن العملية العسكرية ضد الكيان الصهيوني كانت عملية محدودة. هل هذا أنه مؤشر أنه ممكن تكون هناك عملية أكبر باتجاه الكيان في قادم الأيام؟ ليس هناك خطة بشكل مباشر باستمرارية. كان هناك سياسة وخطط السفعة للكيان الصهيوني ليؤدب ويرجع من عربدتها، يعني تجاه الجمهورية الإسلامية وتجاوزات تجاه يعني القنصلية الإيرانية، وأما سياسات الاغتيال من بعيد ضد المستشارين الإيرانيين في سوريا، أما حتى قبلها، يعني هذا كان خطط بضربة كبيرة حتى يردع هذا الكيان. لكن نحن فصلنا بين الموضوع التهديد بشكل كبير وموضوع الحرب، يعني خطط هذا المشروع العملياتي تحت السقف الحربي، لكن هذا التهديد يكفي هذا الكيان. وسجلت القوة الرادعة الجمهورية الإسلامية ضد الكيان الصهيوني حتى مقابل الأمريكيين، لأنه في آخر ساعات الفجر يعني كان اتصال 20 دقيقة و 25 دقيقة بين بايدن ونتنياهو، وأكد لها نتنياهو بأنه ليس هناك أي إذن للكيان الصهيوني أن يدخل بأي تصرف جديد إلا ما نسق مع الأمريكيين. يعني هذا يعني واضح هو بالأساس. ممكن أستاذ هادي ممكن تغامر، إذا الصوت واضح عندك أستاذ هادي، ممكن تغامر أمريكا والقيادة الأمريكية بالرد على هذه العملية من خلال قواعدها الموجودة على الأقل بدول المنطقة؟ يعني أمريكيين بشكل واضح يعني أبلغت يعني طريق قنوات دبلوماسية وعربية لأمريكيين إذا يتدخلون بشكل مباشر بهذا التعذيب الإيراني ضد الكيان الصهيوني بشكل مباشر، يكون هناك رد ضد القواعد الأمريكية. واليوم يعني أكد رئيس أركان القوى العسكرية الإيرانية حميد باقري بأنه ليس هناك أي ضمان أمني للقواعد الأمريكية إذا يتدخلون، وإذا يعني تنفذ من قبل الأمريكيين أي دعم مباشر لإيجاد حرب. لهذا السبب سجلت القوة الردية حتى مقابل الأمريكيين، يعني بأنه لا يستطيعون يتحملون هذا الزعزع بشكل كبير على مصالحهم، بالتالي انسحبوا مستبعد أستاذ هادي أن يكون رد من قبل القيادة الأمريكية أو حتى القواعد الأمريكية. طبعاً تبعات خاصة استراتيجية على صعيد الإقليمي وعلى صعيد الدولي، يعني هناك سجلت بأن قوة الأصلية على صعيد الإقليمي الجمهورية الإسلامية الذي يعني انتقلت من مرحلة صبر الاستراتيجي تجاه التهورات تجاه تصورات يعني تصرفات الكيان الصهيوني لمرحلة الرد الاستراتيجي، وسجلت هذا الميزة على صعيد الإقليمي. طيب. وهناك دول المتبعة اليوم يخافون، يقولون إذا كيان الصهيوني لا يستطيع أن يدافع عن نفسها، وأمريكيين يجب يعطون وبريطانيين يعطون بأساطيلهم كل إمكانيات التقنيات التسليحية، يدافعون لوجود كيان الصهيوني حتى لا يميت يعني مقابل ثروات الجمهورية الإسلامية. كيف هذا الكيان يستطيع أن يحمونها كدول المتبعة مع هذا الكيان؟ طيب. يعني أثرت على مستويات مختلفة سياسياً أمنياً واستراتيجياً وعسكرياً، وحتى هذا ما أثبتته الأشهر الأخيرة أستاذ هادي، ضعف الكيان ووضع الكيان من 7 أكتوبر وبداية عملية طوفان الأقصى. أعود لك مرة ثانية دكتور حيدر، بالتالي هذه دول المنطقة اليوم وحتى العرب المتصهينين ممكن أن يدخلون بهذه الجبهة ويكونون بصدام مباشر أو شبه غير مباشر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى بلدان محور المقاومة.
لا أحد يتجرأ بعد الذي حصل يوم أمس، وهم يعلمون جيدا القدرات العسكرية والإمكانات الموارد البشرية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة. وأنا أيضا أجزم لك بحسب علمي جميع الشعوب في البلدان التي طبعت هي فرحة ومبتهجة، بل حتى الحكام البعض الذي ذهب باتجاه التطبيع، هذا يسمى المسكوت عنه، لا يوجد لديهم رد فعل ولا حتى بيانات، هم فرحون قوة الرد؟ نعم هم فرحون. وتصور أنه مسار العلاقات الدولية المستقبلية مع الجمهورية الإسلامية ستتغير، وسجلوها علي بعد هذه العملية؟ نعم نعم. اليوم أمس الكيان الصهيوني خسر أكثر من 1,300,000,000 عن ليلة واحدة الصواريخ التي أطلقها من القبة الحديدية، إلى مقتل أكثر من 44 ضابط في الموساد في القاعدة التي قصفت. لكنه أكو تعتيم إعلامي، أكو خوف من إعلان النتائج، لا تستطيع. حتى بعض القنوات اليوم تصرح أنه 95% من الصواريخ والمسيرات تم اعتراضها وما وصلت داخل الكيان، يسوقون لهذا العرض مباشر، والمسرحية كما يصفونه مستمرة، وشاهدنا هذا العرض المباشر أمام الشاشات وأمام عيون العالم. يعني بالنتيجة هؤلاء يعني حقيقة أنا أقول لا أحد ينشغل بهم، لدينا مهمة أكبر، شغلنا الشاغل هو أنه الكيان، هذا الكيان اللقيط انكسر، أنه هذه الكيانات السياسية أو الدول الأوروبية والمحورية يوم أمس توقف العالم. الشرق الأوسط، استطاعت الجمهورية أن توقف الطيران في الشرق الأوسط، خلاص the game is over، انتهت اللعبة، بدأ العالم معطل على ليلة واحدة فقط، ما بالك إذا استمر. جزء من رد، نعم جزء من رد لليلة واحدة أو نصف ليلة، توقف العالم عن الطيران وخرجت المطارات عن الخدمة، وحالة من الهلع والخوف والترقب والتحسب، وشاشات وكاميرات العالم كلها تنقل هذه. هذه الحقيقة راح تنعكس على وضع الكيان وحرب المستمرة ضد الفلسطينيين، ضد الأبرياء الفلسطينيين. يعني الشهداء الأرقام تقول جاوزنا 33,000 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، راح تنعكس بالمباشر على هذه المعركة وهذه الحرب. لاحظ أنا بعض العبارات بصراحة قرأتها يوم أمس من داخل فلسطين المحتلة. إخواننا الفلسطينيين يقولون أننا يوم أمس نمنا نومة هانئة ونحن فرحون، ونحن نسمع صوت طائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ، كنا نستمع إلى طائرات الكيان، اليوم نحن نستمع إلى طائرات من؟ طائرات النصرة والاستنصار للمظلوم. هذا الفرق، هذا الدافع المعنوي الكبير، هذه الخسائر التي حققت على أرض الميدان، تم تحقيقها في الميدان. طبعا هذا أيضا مسكوت عنه، لا يتحدث به الإعلام الغربي ولا حتى الكيان الصهيوني. تابع يوم أمس مثلا، إذا تابعت قنوات الكيان، حالة الهزع والفزع والخوف، اجتماع للقيادة العسكرية الإسرائيلية داخل الأرض على بعد مئات المترات، يعني تحت الأرض، خوفا وهلعا. لا، هذا كيان من ورق. وحتى التصريحات المباشرة من قبل قادة الكيان ظهروا ببعض مقاطع الفيديو، أنه مرة يكذبون هذه الهجمات، مرة أنه الهجمات ما استهدفت نقاط مهمة، وبالمقابل نشوف المطارات تم استهدافها بشكل دقيق، مقرات الجيش بالنسبة للكيان الصهيوني تم استهدافها بشكل أدق. هذا يدل على شيء، يدل على أنه هناك حالة من الهلع وعدم وحدة خطاب وعدم معرفة ماذا يجري. يعني قوم لا يعلم بما شيء، ما تدري بشيء. هذه أقول ليلة واحدة، ساعات أو سويعات، كيفما إذا استمرت أيام. نعم البعض يخاف، بدأت التحليلات يمينا وشمالا، سوف تدخل منطقة بحرب شاملة. الجمهورية هذه يجب أن تفهم، هي ليست من تدعو إلى الحرب، ولا هي تقرأ طبول الحرب، بل اعتدي عليها واعتدي على المسلمين وعلى الإنسانية
في الأرض، ولذلك هي انتخت ودافعت. نحن المسلمون نأمن بأنه الإسلام كجسد الواحد، لا نعتدي على أحد ولا نقبل بأحد أن يعتدي علينا. طيب، عندما قصفت القنصلية الإيرانية، أين هذه الإدانات؟ أين هذه الصيحات؟ أين هذه الصراخ الذي هو صراخ على قدر الألم؟ أخو البعض حاول يظلل على الموضوع ويسوق، قصد أين الإدانات الدولية؟ لماذا لم يجتمع مجلس الأمن؟ الأخوة، مجلس الأمن على القضية الفلسطينية وآلاف وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ما شفنا لهم فد موقف وقرار حقيقي. إذن لغة من هي التي تعلو؟ لغة القوة والسلاح، وهذا ما يفهم الكيان من خلال، وهي لغة النجاح والفلاح بالمناسبة. نعم أستاذ هادي، بالتالي هذه العملية نقدر نقول أنه هي عملية جزء من رد على الاستهدافات الأخيرة للكيان وعلى المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وأنه أدت دورها وانتهت لهذه المرحلة. لسان حال الجمهورية يقول نعاد وعدنا. قبل هذا يعني أريد أن أركز على موضوع مهم، وأنه هذا ناطق باسم الجيش الكيان الذي اليوم ادعت بأنه 95 من مسيرات وصواريخ ووصلت حتى على أجواء كيان الصهيوني. نفس الناطق يوم الماضي اعترف بأنه 50%، واليوم يعني هذا الكيان أسست على الأساس الكذب، وفي استراتيجية جديدة إعلامية بتغليل الأهداف الذي حققت على الأرض، وهناك مشاهد بالصور بكل الخليويات عند يعني أناس داخل الضفة ومناطق أخرى حتى داخل الكيان الصهيوني من اليهود الذي صورت هذا المسيرات. وكان أنا أعطيك يعني نقطة تقنية معينة، هناك صاروخ برؤوس حربية مطرية هذا يعني ينحرف الصواريخ القبة الحديدية باتجاهات مختلفة وينضرب بنفس الوقت نفس القواعد الانطلاق الصواريخ وأهداف الذي يعني خططت على رؤوس هذا الصاروخ، وكل المسيرات بمشاهد عينية يعني بشكل حي. كان أناس كانوا مشاهدين واليهود كانوا حتى يصورون هذا المشاهد، لكن الكيان الصهيوني لا يريد أن يعترف ويعني يتعتم على الخسارات كبيرة على هذا الكيان، حتى ما يقولون أنه خسارة في طوفان الأقصى وخسارة أكبر في موضوع الضربة التعذيبية الإيرانية. هي لأي درجة أستاذ هادي، لأي درجة أثرت هذه الصواريخ والمسيرات اليوم بداخل الكيان؟ يعني مثل ما عرفنا أكثر من 150 إلى 160 صاروخ، عشرات المسيرات، الصواريخ البالستية، لأي درجة أثرت كل هذه الضربات المهمة بداخل الكيان؟ يعني هذا أثر بشكل واضح، يعني تكسرت يعني موضوع القوة الرادعة وقوة العملياتية حتى بالإحصائيات المالية. أمريكيين اعترفوا بأنه خلال هذه الساعات وخلال الأيام الماضية وصولاً إلى هذه الضربة التعذيبية مليار دولار صرفت على أنظمة الرادارية والدفاعية المضادة الأمريكية، ونفس الشيء يكون عند الكيان الصهيوني، لكن الناطق العسكري يقول 170 مليون دولار نفس يعني إطلاق الصواريخ بالقبة الحديدية بهذا العدد الكبير الذي وصلت مسيرات والصواريخ، مئات من المسيرات ومئات من الصواريخ وصلت بهذا الكيان وانضربت قواعد عسكرية الجوية. هذا إطلاق هذا الصواريخ يعني يوصل تكلفة المالية بس بمضادات أرضية أكبر من هذا، لكن يكذبون ويقللون بأنه لا يقولون هناك خسارة على الشعب وعلى الكيان. اليوم كيان الصهيوني وصلت إلى التاريخين على مفترق تاريخ، يعني الكيان الصهيوني يبقى بمسؤولية نتنياهو، يا أما يذهب إلى انتخابات يعني جديدة
وتغيير في تركيبة الحكومة. يعني وصلت مجتمع الكيان الصهيوني بشعور واضح بأنه استمرار بهذا الكيان واستمرار بمسؤولية نتنياهو يأخذهم إلى الهاوية. وبهذا السبب هناك تأثيرات على مستويات مختلفة على اللاعبين الصغار والكبار على صعيد المنطقة وعلى صعيد الدولي، يعني حتى الأمريكيين. لماذا يعني بايدن يرجع؟ هذا ما يفسر أستاذ هادي، هذا ما يفسر وضع الكيان وتفسيراته وتصريحات قادة هذا الكيان خصوصا العسكرية، ويعذبه بأنه يؤكد على نتنياهو بأنه ليس هناك أي قرار جديد من تنسيق مع كيان الصهيوني لتنفيذ مقابل الجمهورية الإسلامية. طيب. والآن الرسمي من قبل كيان الصهيوني بأنه كل شيء يعني انتهت، واليوم أوضاع عادية، ظروف عادية، وناس وبشر اليهود يخرجون من المخابئ وملاجئ حتى يعيشون في أجواء يعني عادية. يعني هذا التأثير في عمق المجتمع الصهيوني، في عمق المجموعة الحكومية عسكرية وأمنية وسياسية برمتها. يعني دلالة ثانية أستاذ هادي، بالعودة إلى موضوع الصواريخ والمسيرات اللي أطلقت، أنا أسألك دكتور حيدر عن هذه الجزئية بالتحديد، أنه الصور اللي شفناها أكو اسم غزة على هذه الصواريخ، فشنو الرسالة اليوم اللي أرادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيصالها من خلال هذا المسمى وهذه الجزئية؟ اهتز الكيان ألف هزة عندما رأى الصاروخ مكتوب عليه اسم غزة. حلو حلو. هذا مسيرات غزة، مسير كبير اسمه غزة. نعم نعم نعم. هسه بالنتيجة هنا أحدث هزة. هذا عنوان أخوان، أخذوه للتغطية. حقيقة أنا أقول أحياناً البعض، أنا رسالة إلى الغمان والغلمان، الغمان والغمان زي. الذين يدافعون عن الكيان والذين فقدوا الضمير والوجدان، يقولون لماذا هذا الإعلان؟ لماذا تعلن الجمهورية الإسلامية عن وصلت الرسائل إلى كل نعم يقولون لماذا تعلن الجمهورية عن الرد في الحروب عادة؟ نقول لهم الفرق كبير. الشجاعة، الشجاع يقولها أنا، معروف الشجعان في الميدان ينزلون إلى ساحة الحرب ويقولون ها نحن هنا، ويعرفون عن أنفسهم. أما كيان يغدر ويفجر، وهذه ليست طبيعة الشجعان ولا طبيعة الفرسان الأصلاء. علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما كان ينزل إلى الميدان يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرا، اخرجوا لنا شجعانكم. هكذا هي المبارزة، مبارزة الشجعان لا تكون في الغرف المظلمة ولا من خلف الستار، ولا يغدرون ولا يفجرون. هذه هي النتيجة، هذا المنطق القرآني، منطق الشجعان، منطق التاريخ. لكن غيرت الجمهورية الإسلامية المعادلة، أدخلت في حرب في ثمانينيات القرن الماضي عندما انتصرت الثورة في الجمهورية الإسلامية، واعترف بها حتى الدكتاتور طاغي لعنة الله عليه صدام، وقال قوتين خيرتين أدخلتنا أو أدخلنا في حرب حتى تضعف، لأنها تدرك جيدا عندما وضع الإمام الخميني هو بذكر النظام السابق والدكتاتورية يتغنون لسنوات بعض البعض بأنه هذا الدكتاتور هو رد على الكيان وأصاب الكيان وضرب الكيان، وهذه الكذوبة اللي دائما ما تسوق. اليوم بعد هذه العملية ممكن أحد يذكر هذا الموضوع؟ يعني أولا كل صاروخ أطلق دفع العراق ثمنه مليارات، وأيضا كان الموضوع فرق، طبعا فرق كبير فاتني أنا أقول، فرق أن تطلق للإعلان وفرق أن تطلق من عقيدة ووجدان، فرق بأنه تغير محاور المعادلة الإقليمية والدولية وتكون أنت صاحب القرار، وفرق بين أن تخرج من الحفرة وتكون
من أهل الفرار. كذوبة كذوبة تسويقية ترنم بها البعثية، وهذه هي واقع واقع الصراع العربي الإسرائيلي رادوا يسمونه. إجا الإمام الخميني كل هذه ضربها بكلمة واحدة، يوم القدس، يوم القدس يوم لكل الأحرار حول العالم، يوم آخر جمعة من يوم الشهر رمضان. شهر رمضان. لماذا؟ أراد أن يقول أنه القدس هي ليست قضية عربية، هي ليست فقط قضية إسلامية، هي قضية إنسانية. لماذا؟ لأنه الأرض التي احتلت وأجبرت وهيئت لهذا الكيان هي أرض مغصوبة، حتى لا يأتي مدعي ويقول لا علاقة بالفرس بهذا، لا علاقة للكرد بهذا، لا علاقة للمسيح بهذا. طبعا أتحدث حتى اليهود الغير متصهين، جنابك تعرف تظاهرات تخرج في دول العالم يقول أنا يهودي لكنني ليس صهيوني. هذا الذي أخرج ما قاله الإمام في ذلك الوقت وما ثبته اليوم يأتي أكله وينتج. اليوم هو من يحرر فلسطين، اليوم هو من يدك إسرائيل الكرتونية التي أرهبت العالم وأخضعتهم وأخنعتهم حتى صاروا أتباع صغار أمامها. بالنتيجة أقول أنه فرحون بما أتاهم الله. كل الناس اليوم مع اختلاف، طبعا نعرف أنه في العراق أعتقد أنه أغلب الناس لم يناموا حتى الصباح، التغطيات كانت مستمرة. تواصلنا مع بعض الأخوة أحد رؤساء الوزراء السابقين يقول أنا ما نايم للصبح. فرح وزراء في هذه الحكومة يعني عبروا عن فرحهم بآيات من القرآن الكريم فعلاً بحساباتهم الرسمية، حساباتهم الرسمية. هؤلاء حقيقة أيضاً نفتخر بهم، وبالإضافة إلى الموقف الشعبي وهذا هو المهم، موقف في بغداد قادة في كربلاء المقدسة في باقي المدن موقف العراقية، موقف قادة المقاومة العراقية، موقف قادة محور الإطار، موقف قادة الكل. طبعا بالمناسبة الكل مؤيد، ومثل ما نقول أنه هذا نصر للكل. فقط بعض الكيان أحد الكيانات السياسية زمان الكيان السياسي الكردي ما عبر لا سلبا ولا إيجابا، لكنه نرى أنه التفاعل كأنه القضية. أنا أحد الأخوة يوم أمس سياسيين من إخواننا من أهلنا من أهلنا في الكيان السياسي السني يقول أنا شيعي منذ هذه اللحظة. واقعا لا، أنت تعتز ونعتز بهويتك وتعتز بعقيدتك وتعتز بمذهبك ونعتز بك ونعتز بكل شرفاء، وبالتالي أهل غزة حماس من وين؟ أقول هاي المفاهيم تغيرت، هناك وحدة إسلامية حقيقية، وهي بالأساس انتصار مو اليوم لمكون أو مذهب أو طائفة، هو انتصار للإنسانية وللمظلومية. لعب الكيان الصهيوني على تمزيق جسد المسلمين على أساس مذهبي، على أساس قومي، على أساس طائفي، لكنه جاءت الجمهورية الإسلامية وحد هذه القضية. نعم، ألف الله بين قلوبهم، وبالنتيجة مصداق ما حصل يوم أمس هو ليس فقط رد، لهو هد لمباني زرعها الكيان الصهيوني، زرعتها الليبرالية العالمية، زرعتها الولايات المتحدة الأمريكية. يحاول أن يسوقها إلى يومنا هذا بس ما قادر قدام الشعوب وقدام آراء الشعوب. وأنا أسأل أستاذ هادي عن الموقف الشعبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس. نتابع أنه احتفالات في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية، فلأي مدى أنه الشعب الإيراني ومؤيد ومناصر لهذا الموقف الشجاع من خلال هذه العملية؟ يعني عمت الشوارع، عمت النقاط مختلفة في التجمعات، ليس بالطهران، بكل مدن الإيرانية وحتى في بلدان أخرى على صعيد الإقليمي وعلى صعيد أخرى. يعني في يعني عناصر فنانة كبيرة على صعيد الدولي، هناك نخب يعني انبسطوا وبرزوا بفرحتهم تجاه هذا العمل الشجاع من قبل الجمهورية الإسلامية. وكما أكد صديقنا ضيف المحترم، هذا يعني ميزة يعني موضوع فلسطين وموضوع تأديب الكيان الصهيوني بكل جرائمه، هذا موضوعا قبل كل شيء موضوعا إنسانيا، ويجب أن يراعي يعني كل الأعراف وكل القواعد وكل ميزات الدينية، يؤكد على الإنسانية.
وهؤلاء فضحوا أنفسهم، أمريكيين وغربيين برمتهم يعني، فضحوا أنفسهم بكل شعاراتهم الفخمة على صعيد العقود والقرون الماضية بخداع يعني شعوب العالم والدول العالم. اليوم يعني فضحوا وأيديهم فاضي بكل معنى الكلمة. هذا لا معناته أنه انتهت موضوعنا بيننا وبين كيان صهيوني. موضوع النضال مع هذا الكيان الغاصب المحتل مستمر، لكن بقواعدنا التي نحن نؤسس ونسجل نقاطنا باستمرارية بالجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة وعلى صعيد عالمي يعني كل المجتمعات الغرة حتى داخل الأمريكيين داخل البلدان الأوروبية، الذي يعني صار وعي عند الشعوب العالم وفضحوا يعني صورتهم مقابل هذا المجتمعات البشرية. اليوم ليس هناك أي اعتماد ووثوق بإعلام الغربي يقولون هذا كلهم كذب، كل شعاراتهم كذب. هو الإعلام الغربي أستاذ هادي، الإعلام الغربي حتى تصريحاته مرتبكة، يعني مثل ما ذكرت أنه يوم أمس قالوا أنه 95% من الصواريخ والمسيرات تم اعتراضها، رجعوا اليوم كذبوا هذه الأخبار وقالوا هذه الأماكن اللي تم استهدافها، الإحصاءات متضاربة عندهم، وهذا الوضع يفسر الصورة العامة والوضع العام داخل الكيان. أرجع لك دكتور حيدر، ذكرت نقطة فصائل المقاومة وقادة فصائل المقاومة وموقفهم اتجاه هذه الضربة، بالتالي ممكن تكون دور أكبر لفصائل المقاومة في قادم الأيام، خصوصا بعد هذا الرد الشجاع والقوي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني قراءتي لبداية طوفان الأقصى كانت المقاومة العراقية كلمتها ووقفتها، وجزاهم الله خير الجزاء على هذا الموقف المشرف، الذين حقيقة قدموا الدماء والشهداء والغالي والنفيس، جزء بصواريخهم بمسيراتهم، جزء بأموالهم، الأدوار اختلفت الأدوار. والحكومة العراقية وموقفها الشجاع تجاه القضية الفلسطينية التي كررته في مؤتمر القاهرة ومؤتمر جدة في المملكة العربية السعودية، وموقفها الثابت من القضية، هنا توحد الشعب العراقي بأطيافه السياسية بفعالياته المجتمعية بالمقاومة العراقية التي قدمت، هي من تختار، هي من تحدد، هي من تتخذ القرار، التكتيكات تعرفها، هناك تعدد أدوار ووحدة هدف، وبالتالي وحدة الساحات اللي تفضل به سماحة السيد حسن نصر الله الله يحفظه، هناك يعني بصراحة محور وجبهة واحدة موحدة، وهي كالجسد الواحد كما أسلفنا، إذا تداعى يعني جزء من هذا الجسد بالنتيجة الكل يتداعى لهذه القضية، الكل يهجم باتجاه أي فيروس يدخل لهذا الجسد المقدس الطاهر الذي يدافع عن شرفه. هذا ما راح يأثر على المفاوضات العراقية الأمريكية بخصوص انتهاء وجود قوات الاحتلال بالعراق؟ سؤال جيد. لا، هذا ملف وذاك ملف. اليوم الحكومة العراقية تفصل ملفات، لا تخلط بين الملفات، معلوم ومعروف، والسيد رئيس الوزراء قال نحن لدينا شعب لديه مقاومة، وما دام أنتم موجودون وما دام متواجدين وما دام هناك انتهاك لسيادة وحرمة الشعب الفلسطيني وقتل وأنتم داعمون ومتصرحون، نتيجة لدينا مقاومة لا يمكن. نعم، القرار السياسي، القرار السياسي رسم السياسة الخارجية، القرار السيادي بيد الحكومة والكل يحترم، وهناك أيضا هم تعدد أدوار، والمقاومة أيضا لا تريد إحراج الحكومة ولا الحكومة تريد أن تحرج، لكن من يحرج الحكومة هو الولايات المتحدة الأمريكية. ففهموا وتفهموا أنه الحكومة اليوم هناك بصراحة دور كبير للحكومة في كثير من القضايا التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل العراق في مأزق وفي مواجهة مباشرة وحتى أعداء العراق، لكن بفضل الله استطاع الأخ دولة رئيس الوزراء أن يخفف هذا الأمر ويفصل هذه الملفات. جمهورية إسلامية بلد
وجار عزيز وحليف استراتيجي، له مصالح، له خواص. العراق بلد له خواص وله مصالح، نتفق في كثير من القضايا، نتوحد في كثير من القضايا، ولكل بلد خصوصية. هذا الخصوصية لا تعني هنا التفسير الذي يحاول أن يصدره الآخر. نعم نحن عراقيين، نعتز بعراقيتنا، نعتز بهويتنا، نعتز ببلدنا، لكننا لا تخلنا عن قضايانا الرئيسية التي نشترك بها مع الجمهورية الإسلامية ومع كل المسلمين في العالم. طيب، وهذا ما يؤكد موقف الحكومة العراقية دائماً، دائماً حتى في المؤتمرات الدولية وآخرها في القمة العربية في القاهرة. أستاذ هادي، دور بلدان محور المقاومة اليوم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليمن، سوريا، لبنان، العراق، كل هذه الدول وآخرها موقف حتى الجزائر، الحكومة الجزائرية أعلنت دعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل الأشياء التي تستطيع من خلالها الدعم. هل أن هذه الأدوار راح تكون مستمرة خلال الأيام القادمة بعد هذا الرد؟ ليس هناك خطة تأديبية جديدة، لكن هناك تأكيدات من قبل القيادات العسكرية من الحرس إلى رئيس الأركان القوى المسلحة الإيرانية. نعم. ووزير خارجية وأوساط سياسية مختلفة، إذا يعني تغامرت مغامرة جديدة من قبل الكيان السكوني بأي يعني ضربة بسيطة وكبيرة من قبل هذا الكيان، أولا تنضرب أكبر وأقوى من اللي نفذت خلال فجر اليوم ليلة الماضية. وإذا تصرفت الأمريكيين بغير حياد، يا أما تدخلوا بأي قلطة جديدة ويا أما مقابلة جديدة، هناك قواعد أمريكية يعني ليس أي أمان على هذا القواعد. هذا يعني النقطة على سطر، يعني هو هناك سجلت قواعد جديدة للحرب، قواعد الردئية واضحة تجاه الأمريكيين والغربيين والكيان الصهيوني، وهذا يؤثر على كما أكدت على كل اللاعبين الصغار والكبار وعلى كل الدول على صعيد المنطقة. سيد سودانيا اليوم يستطيع أن يتفاوض أمريكيين بظهر يعني محمي من قبل محور المقاومة. إذا كان امبارح كان بقدرة المقاومة العراقية والشعب العراقي و إرادة وشجاعة نفس السيد سيستاني سيد سوداني، اليوم يحمي ظهرها بقدرة جبهة المقاومة. يوم الماضي سيد سنوار ردت على مشروع المفاوضات في القاهرة ورفضت اقتراحات الموجودة بجوهر الإسرائيلي الذي انترعت خلال هذا، وقال بعد ما تعذبت الكيان الصهيوني وبدعم المحور المقاومة محاور المقاومة على صعيد الإقليمي نتابع، يعني هذا يعني تأثير هذا العملية الشجاعة على كل الملفات الإقليمية وعلى كل اللاعبين الصغار والكبار وحتى على صعيد الدولي، وهذا يفهمه الأمريكيين جيدا. ومن بعدها الكيان الصهيوني اليوم وصلت إلى يعني نقطة الحساسة ويعيش على تنفس استنائي بدعم أمريكي، كان هناك صناعة لهذا الكيان ليستفيد دول الاستعمارية وحتى الوضع الأمريكي، حتى الوضع الأمريكي يعني من خلال المعلومات والأخبار الأخيرة، الوضع الأمريكي بالداخل ما الكل مؤيد لهذا الدعم. بايدن أميركي صهيوني داعم للقضية الكيان الصهيوني، هذه الأكذوبة وهذا الكيان المؤقت، لكن كموقف عام، كموقف شعبي، كموقف الحزب الآخر، ما الكل اليوم داعم لبايدن وسياساته؟ دكتور حيدر، أنا أسأل، هل أنه هذا الرد القوي وهذه العملية أحرجت أم نصرت حلفاء إيران وحلفاء الجمهورية من خلال الوعد الصادق؟ بالعكس، هذه محل عز وافتخار، محل ما أسأل فقط عن البلدان الإقليمية، أسأل مثلا عن الصين، عن روسيا. شوف، هي بطبيعة الحال حلفاء الجمهورية الإسلامية يدركون جيدا أنه اليوم العالم يتغير، موازين القوى تتغير، وبالتالي عندما يكون هناك قوة
استراتيجية لحليف استراتيجي بالتأكيد، أي خطوة إيجابية اتجاه أي حليف هاي تعد نصرة لكل حليف. هذا ما حصل معنا في العراق، لو لم تكن الجمهورية الإسلامية حليف لنا ماذا كنا نفعل في أيام المحنة والمعارك مع تنظيمات الإرهابية داعش اللي تخلت عنا في ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول التي كانت تقول نعم نحن نحمي العراق ملتزمين باتفاقات استراتيجية مع العراق وموقعين هذه الاتفاقات، وكانت الجمهورية والحاضرين وكانت دماؤها الزكية من خيرة قادتها هم حاضرون. أنا أعتقد يعني دماء الشهداء القادة رضوان الله عليهم اليوم أنتجت وأثمرت وأسست إلى مدرسة فكرية مقاوماتية بصراحة اهتزت وهزت العالم، كل ما لدينا من دماء الشهداء. وبالتالي هذه الدماء بالنتيجة ودماء أطفال أهل غزة ونساؤها وضحاياها هي التي سوف تنهي هذا الكيان إن شاء الله. وهذا هو وعد الله لكل الأحرار حول العالم وكل الثائرين على الظلماني. أشكرك الدكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز نارامسين للحوار والتنمية، كذلك أشكر الأستاذ هادي محمدي الخبير الاستراتيجي من طهران، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بالتأكيد تغطياتنا المباشرة الخاصة مستمرة بهذا الحدث المهم وهذا النصر المتحقق على الكيان الصهيوني، هذه المعركة وهذه العملية عملية الوعد الصادق اللي أذلت الكيان وأذلت داعمي الكيان بداخل الكيان باعتبارها الغارة الأكبر في التاريخ بالنسبة للصواريخ والطائرات المسيرة وبهذا الكم وهذه النوعية باتجاه الكيان. شكرا لكم، إلى اللقاء.